مرحبا، بدي أحكي اليوم عن الأبراج الأسبوعية اللي بتبدأ من الاثنين 24 نيسان أبريل وبتخلص الأحد 30 نيسان أبريل. يعني عم بحكي اليوم عن آخر أسبوع بشهر نيسان أبريل كيف بده يكون. طبعا كلنا بنعرف إنه الشمس موجودة بهالفترة من السنة ببرج الثور، لكن الحدث الأهم بهذا الأسبوع إنه في عنا نيو مون، في عنا سوبر مون، القمر العملاق، بتاريخ الأربعاء 26 نيسان أبريل الساعة 3:17 دقيقة بعد الظهر بتوقيت بيروت. هذا حدث كتير مهم. طبعا الطبيعة هي أكثر من يتأثر بالسوبر مون. السوبر مون هو لما بتكون القمر سواء كان قمر نيو مون أو فول مون بيكونوا كتير قراب للأرض، يعني ضمن تقريبا 90% من قربهم من الأرض، وبالتالي تأثيراتهم بتكون كتير ملحوظة. الأبراج أيضا بتتأثر بالنيو مون، بالسوبر مون أكيد طبعا، والتأثيرات الفلكية طبعا بتكون ملحوظة أكثر. فهذا الأسبوع رح أحكي بشكل خاص عن هالموضوع. القمر الاثنين والثلاثة ببرج الحمل، الأربعاء الخميس ببرج الثور، الجمعة السبت ببرج الجوزاء، والأحد ببرج السرطان. البداية مع برج الحمل، مولود برج الحمل هذا أسبوع بعتبره أسبوع مهم جدا جدا، لأنه يبدأ الأسبوع والقمر موجود ببرجك، يعني بتنطلق بقوة الاثنين والثلاثة، ما في شيء صعب عندك هذا الأسبوع. تأثير السوبر مون عليك إيجابي محمس، بيعطيك ثقة بالنفس، بقوي ثقة بالنفس وبيحرك أمورك. المسائل يلي رح تتحرك بهذا الأسبوع هي من الحمل للسرطان، هذا معناتها المسائل الشخصية، القرارات الشخصية تتطور بين الاثنين والثلاثة. الأربعاء والخميس بيضوي القمر العملاق على مسائلك المالية، لابد وأنه تعود وتظهر مسألة عائلية أو فاتورة، عفوا مسألة مالية أو فاتورة معينة أو امتحانات أو نوع من مبارزة ومنافسة بتبين بوضوح الأربعاء والخميس. ولأنه في عنا نيو مون معناتها في شيء لازم تبني على أسس متينة لحتى تنطلق بصفحة جديدة بتقوي ثقتك بالنفس. يعني إذا تعتبر أنه يبدو شخص بيزعجك بيضايقك بيخفف لك من معنوياتك، يبدو أنه لازم بهذا الأسبوع تنظر الأمور من منظار إيجابي أقوى، وتدارك الأمور وتنهي المسائل العالقة والمسائل يلي عم بتشد فيك نزول. الجمعة والسبت يتمتع مولود برج الحمل بطاقات هائلة رائعة ممتازة، وبعتبرك من الأشخاص السباقين، بتقدر تحكي عن اللي بتريده، تدافع عن اللي بتريده، وبتقدر تتخطى العقبات من خلال الكلمة الحلوة ومن خلال أيضا القدرة على أخذ المبادرة. روح الامتحانات، روح المفاوضات، أنت شخص ذكي جدا، سريع جدا، وما رح تفتقد للكلمة أو للخطة أو للقضية تدافع عنها. الأحد 30 نيسان أبريل، هون مولود برج الحمل يحبذ ويفضل الاستراحة، يفضل كل الطاقة اللي عنده إياها أنه يحطها ببيته. يمكن بالتالي تكون جدول أعمال الرجعة للبيت أو الحجز التيكت الطيارة هي يمكن للعودة إلى المنزل. في بعض المصاريف العائلية المنزلية اللي بتظهر الأحد 30 نيسان أبريل. الأكثر حظاً بهذا الأسبوع هني بشكل خاص 6-7 نيسان أبريل. أما إذا كنتم من مواليد 15 و16 نيسان أبريل كونوا حذرين، كوكب أورانوس عم بيحذركم من تغييرات كتير 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 مقبلة. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور أنا بعتبر هيدا أسبوع لازم فعلاً تنتبه له، هيدا أسبوع لازم تعطي فيه من كل قلبك. هيدا أسبوع في عنا سوبر مون، يعني مش كل سنة في عنا سوبر مون قمر عملاق ببرجك. هيدا معناتها مولود برج الثور أنت شخص أبضاي، أنت شخص قادر أنه تواجه الأمور مثل ما هي. مولود برج الثور بعتبرك من الأشخاص اللي متميزين بالعمل، يمكن ما تكون نجاحاتك قد ما بدك، لكن أنا بعتبر أنه بتقدر توصل للمستوى اللي أنت بتريده. هيدا أسبوع ممتاز، من أفضل أسابيع شهر نيسان أبريل، إذا ما كان من أفضل أسابيع من أول السنة لهلأ. هلأ الثانين والثلاثة، لأنه القمر ببرج الحمل بتحس حالك أنه أنت
تعبان، انت زهقان، وكل شيء هلا خبرتك اياه بتقول انه يي شو بها كارمن عم تحكيني اشياء انا ماني حاسس فيها، بس انا بقول لك انه نوعيه الوقت اثنين وثلاثه هي لحتى ترتاح، معموله اصلا لحتى الانسان يرتاح، عندك يومين كل شهر بدك ترتاح فيهم، بدك تكون بعيد عن المنافسات الصعبه، لانه هيدي الفتره انت تفتقد الى القوه ومنافسك اقوى، خصمك اقوى. فارتاح الاثنين والثلاثة، الأربعاء والخميس لأنه القمر عملاق ببرشك، أنت شخص المنافس الأقوى، أنت رقم واحد، أنت الرقم الأصعب، وبالتالي ما تخاف من شيء، ما تستحي من شيء، هنالك صفحة كتير كبيرة وجديدة مفصلية أنت بتقرر عليها، وفي بعض الأمور منها لحالة بتبين. إذا بدك تاخذ قرار، الأربعاء والخميس هني أفضل يومين بهذا الأسبوع أو بهذا الشهر نيسان كله لحتى تاخذ فيه القرارات. الجمعة والسبت القمر بيكون صار ببرج الجوزاء اللي هو بيت الثاني عندك، يمكن حدا بيتحداك، بيشوفك قديش قبضاي، قديش انت مستقوي، وبيجرب انه يتحداك ويعمل حاله او بتعمل حالك بتفهم اكثر منك او منك، وبالتالي مطلوب منك انه او منك تكونوا جاهزين لتفرجوا ولاثبات حضور ولاثبات ذات، في ارباح بانتظاركم. الاحد 30 نيسان ابريل مولود برج الثور، انت شخص مبدع، انت شخص قادر انه تطلع بافكار ممتازه مميزه رائعه وحلوه جدا جدا جدا، وما حدا بيقدر يتخطاك بالافكار المبدعه الذكيه الايجابيه والفنيه ايضا. كلكم كثيري الحظ بشكل خاص 10 و11 ايار مايو، فقط لانه كوكب بلوتو هو اللي داعمكم بشكل خاص ومميز. بنتقل لبرج الجوزاء. بصراحة مولود برج الجوزاء هيدا أسبوع ما كتير فيك تحط عليه جدول أعمال صعب، هيدا أسبوع هو بمثابة أسبوع خلينا نقول إنه كل هالأسبوع للاستراحة. في عندك التنين والتلاتة لأنه القمر ببرج الحمل نوعا ما بتحس إنه في مين يساعدك، وهن اليومين الألطف يلي بيساعدوك ويلي بيعطوك حماسي ويلي بيخلوك متفائل إنه بهالدنيا في بعض أشخاص محبين وبيساعدوا، هن التنين والتلاتة. لكن ما تفكر إنه قامت الدنيا وصارت أفضل 100%، لكن على الأقل في مين يوقف لجانبك. الأربعاء والخميس انتبه، سمعني منيح، مولود برج الجوزاء أصعب وأقل أيام الأسبوع حظاً، ما تجازف فيها، استوب، هيدي فترة فلكية وأنا ما عم جاملكم، هيدي فترة فلكية غير مناسبة بتاتاً لموالي برج الجوزاء لتحطوا حالكم في ظروف صعبة وقاهرة، لأنكم مش قادرين تطلعوا من المغطس، ما انكم قادرين تطلعوا من ال 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 الهوة. في احتمال أنه ما يصير شيء، لكن فلكياً نوعية الوقت عاطلة عاطلة عاطلة، بدكم تنتبهوا من المحتالين، من التأخير، من خيبة الأمل، من الأمور اللي بتمشي بعكس ما بتتصوروا، نتائج فاشلة، قرارات بتطلع بتندموا عليها 100%. فترة الأربعاء والخميس عدوا تضبضبوا. الجمعة والسبت لأنه القمر ببرجكم في احتمال أنه ترجعوا تستقوا وترجعوا تحسوا حالكم أقوياء واثقين من نفسكم، ويمكن تضطروا ترجعوا تصححوا أخطاء اللي صارت الأربعاء والخميس، لكن هذا ما معناته أنه الأجواء صارت 100% لصالحكم. كونوا حذرين، في احتمال أنه مسألة تتوضح، وبتمنى أنه تكونوا أنتوا فعلا واثقين من القرار اللي بدكم تاخدوه. الأحد 30 نيسان أبريل كونوا حذرين من المسائل المالية، مصرياتكم وين عم تحطوها، في مصاريف إضافية مبينة واضحة كونوا حذرين. الامتحانات إذا عندكم امتحانات أكاديمية دراسية جامعية، إذا عندكم مفاوضات، إذا عندكم مواعيد مهمة كونوا حذرين، لأنه فترة امتحان بالنسبة لكم موالي برج الجوزاء. كونوا حذرين جدا مواليد شهر أيار مايو بشكل خاص 23 ل 28 ايار مايو، كوكب المريخ صار ببرجكم، انتبهوا، سوء عملكم، انتبهوا من الحوادث، انتبهوا من الاعطال، انتبهوا من الخلافات، انتبهوا من الاشخاص العدائيين، انتبهوا من التواجد باماكن خطره، اماكن عنف، انتبهوا ايضا من الحمى يعني الحراره والامراض. هيدا بالنسبه لبرج الجوزاء. نكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان لأنه الجو العام
يقع تحت تأثيرات كوكب القمر أو الشمس الموجودة ببرج الثور، ولأنه في عنا قمر عملاق ببرج الثور، أنت شخص اليوم بعتبرك بهيدا الأسبوع أسبوع مشرق، أنت مشرق بالتالي، ما في أي سبب لحتى مولود برج السرطان يكون زعلان، بالعكس تماما، هنالك تقدم، هنالك دعم لك من الكون، من الفلك، من التأثيرات الفلكية، إذا علم الفلك هو علم الوقت وعلم تأثيرات الكواكب على نوعية الوقت، بقول لك إنه نوعية الوقت كتير حلوة وكتير مهمة وأريح بكتير من شهر نيسان أبريل اللي الأربع أسابيع الأولى منه. بهذا الأسبوع الثانين والثلاثة 24 و25 نيسان أبريل في ضغوط، في عمل، في مسؤوليات، بدك تقدم نتائج مهمة، واحتمال أنه أنت تكون أمام امتحان. لكن دايما أنا بعتبر أنه بالنسبة لمولود برج السرطان، لما القمر بيكون ببرج الحمل أو الشمس تكون برج الحمل مثل شهر نيسان أبريل، بعتبره كادو لك، رزقة لك، بعتبره نوع من فرصة لحتى أنت تبين. فما تخاف من التنين والتلاتة، في ضغوط كتيرة، في مسؤوليات كتيرة، كون أدى، كون محضر حالك، وأهم شيء تكون رايق. احتمال أنه تحتفل بمسألة ما، الضغوط موجودة، تعامل معها بكل دبلوماسية. الأربعاء والخميس وتحت تأثير القمر العملاق مولود برج السرطان، بيحس حاله أنه هو مدعوم 100% من الكون. ما رح أحكي عن الناس، ما رح أحكي عن الظروف، رح أحكي أنه وكأنه في مؤامرة عم بتساعدك. هذه هي الفترة الأفضل، وأيضا لأنه في عنا قمر جديد، يعني القمر والشمس عم بيلتقوا سوا بهالنقطة، يمكن مرة بالسنة مولود برج السرطان بيحس حاله أنه مؤيد، هو العنصر الأفضل أو هو المرشح الأفضل، والناس عم بتأيده لمسألة ما، في تكاتف معك، في تعاون معك. الأربعاء والخميس، الجمعة والسبت، لأنه القمر بيصير بالبرج الجوزاء يلي هو البرج اللي قبل برجك يسبق برشك، هذا معناته انه بيدخل مولود برج السرطان في مرحله تمهيديه تحضيريه لشيء ما بده يكتمل الاحد والثنين، وبالتالي خذ الامور مثل ما هي. مفروض الجدول الاعمال يكون منسق ومرتب ومنظم لحتى ما يصير في خربطات وانت تتاخد بها الموجة الالتباسات. انتبه اغراضك الجمعة والسبت، انتبه على أفكارك، تضل منظمة، ما تحط حالك تحت ظروف صعبة ومحيرة. انت هلأ الطاقة اللي عندك إياها بالكاد تكفي لعمل روتيني فقط لا غير. الأحد 30 نيسان والتنين اللي هو الأسبوع التالي 1 أيار مايو، بعتبر مولود برج السرطان موجود بفترة قوية جدا، قوية جدا، تتآمر معك، أنت الأقوى، أنت الأسرع، أنت الأبهر، يعني أنت يلي بتبهر الآخرين، وأنت اللي قادر أنه تقلب وتلعب الأوراق اللي بدك إياها، تقلب الأمور 180 درجة لصالحك إذا أنت بدك. كل المواليد عندها حظ كتير بهالأسبوع، بشكل خاص مواليد 7-8 و9 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد، أنت بتعرف أنه بهالفترة من السنة الشمس صارت موجودة ببرج الثور، هذه فترة كتير مهمة لألك، هذه فترة بترفع من شأنك إذا أنت جاهز. إذا أنت جاهز، يمكن منك جاهز، لكن بقول لك ضروري تتحضر. هذه فترة في كتير من الأشخاص بيستلموا عمل جديد، بيستلموا فرصة، بيغيروا شغل، بيتزوجوا، حالتهم، أحوالهم الشخصية، أحوالهم المهنية بتتغير وتنقلب. هذه الفترة بالنسبة لألك هي بتقلب الأمور، هي بتحرك الأمور، هي مصيرية أو هي حاسمة أو هي مفصلية. التنين والتلاتة بعتبرهم يومين رائعين لمولود برج الأسد، وبعتبرك من الأشخاص اللي قادرين أنه يتخطوا كل الحواجز، قادرين أنه تتخطوا المعاكسات، وذلك يمكن بسبب فكرة تلمع براسكم، أنتوا أذكياء، أنتوا نشيطين، أنتوا محظوظين جدا التنين والتلاتة، والحلول لازم تكون التنين والتلاتة. الأربعاء والخميس وتحت تأثير القمر العملاق من برج الثور، من أعلى نقطة عنكم دائرة الفلكية، أنتوا على المنبر، أنتوا تحت الأضواء، الناس عم تتفرج عليكم، الناس عم تسمعكم، ناطرة منكم قرار، كلمة، يمكن غلطة، فانتبهوا. هذه فترة كتير مهمة مفصلية، وهي اللي بتقلب الأمور بالنسبة لكم مواليد برج الأسد. ما تخافوا منا على الإطلاق، لكن مطلوب منكم تتعاملوا معها بدبلوماسية، لأنه طباعكم منها الأد هادي، ومعقول إذا نرفزتوا وعصبتوا تاخدوا قرارات متسرعة، فكونوا حذرين.
الجمعة والسبت بعتبرهم يومين مناسبين لمولود برج الأسد لحتى ينبسط يفرح فيهم ويشحن ذاته بطاقة فلكية حلوة بالتفاؤل بالحماسة لحتى يؤمن بحاله أكثر، لحتى فعلا أنه يوظف طاقاته الحلوة الاجتماعية الدراسية الأكاديمية وغيرها لصالحه. ما تخافوا، حطوا إيدكم إيد الآخرين لحتى تنجحوا. ليه؟ لأنه الأحد 30 نيسان أبريل آخر أيام هيدا الشهر، ما في حظ، من أسوأ أيام الأسبوع إذا ما كانت من أضعف أيام الشهر، فانتبهوا، خلصوا أعمالكم الجمعة والسبت. الأوفر حظا مواليد شهر آب أغسطس بشكل خاص 8 ل 10 18 ل 21 آب أغسطس. بتقول لها برج العذراء، مولود برج العذراء أنت تنسجم مع تأثيرات هيدا الأسبوع، خاصة تأثيرات القمر العملاق الموجود ببرج الثور. البيت التاسع عندك ولعان. شو هو البيت التاسع؟ البيت التاسع هو بيت السفر، هو بيت التفكير في الحياة المستقبلية، عم تفكر لبعيد، عم تفكر أبعد من مخارك، عم تاخذ قرارات جيدة على الأرجح، عندك الجرأة لحتى تطلب اللي بدك إياه، لحتى تروح وراء أحلامك. هيدا أسبوع تقريبا بحقق لك أحلامك. التنين والتلاتة، لأنه القمر موجود برج الحمل وبالبيت الثامن، هنالك احتمال أنه تكون مشغول بامتحانات، مشغول بملفات، مشغول بتقنيات، بأمور إدارية، أوراق، ملفات، يمكن امتحانات، يمكن عم بتقدم أبحاث، يمكن عم تبحث عن حل لمسألة استشفائية. الأربعاء والخميس بعتبره من أجمل أيام الشهر، الشهر تحت تأثير القمر الجديد القمر العملاق ببرج صديق لك مولود برج العذراء، لابد وأنه مثل ينزل عليك الوحي، تحس حالك أنه أنت فعلا مدعوم من الحظوظ، من الطاقات اللي من حولك، كل شيء تقريبا بالنسبة لك بيصير على طبق من فضة، تكتشف أفكار، تلمع براسك أفكار، امشي وراها، فكر فيها، ما تخفيها، بالعكس فكر فيها بعمق وبجدية لأنها إيجابية جدا وهي اللي عم بتوعيك وعم بتصحصحك، ولابد وأنه تخطر ببالك أفكار رائعة. الجمعة والسبت 28-29 نيسان أبريل مولود برج الثور مولود برج العذراء، أنت نوعا ما متقلب الطباع، بلشت تخاف الأفكار اللي خطرت عبالك الأربعاء والخميس، هلأ بتخاف منها، بتحس قديش فيها رهبة، قديش أنت مقبل وعندك فرص مهمة لحتى توصل. هذه فترة بعتبرها كتير مهمة، وكتير من مولي برج العذراء بيقدروا يحققوا إنجازات كتير كبيرة. الأحد 30 نيسان هو اللي التعاطف مع الآخرين، هو النهار يلي أنت تختم فيه شهر نيسان أبريل، على الأرجح بتختمه مع صديق، مع صديقة، مع أصحابكم، بتفرحوا وبتحسوا حالكم أنه أنتوا الكون داعمكم. الأوفر حظا 12-13 أيلول سبتمبر، وأيضا الأنشط 27-31 آب أغسطس. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان لازم تعرف انه اخر اسبوع بهيدا الشهر افضل من ثلاث اسابيع الاولى اللي مرقت بنيسان ابريل، لانه الشمس بطلت معاكستك، اصحابك بطلوا ضدك، الظروف بطلت ضدك، الظروف صارت نوعا ما افضل، وهنالك نوع من مجال لحتى مولود برج الميزان انه يكون العنصر الافضل والورقة الاقوى. لكن التنين والثلاثة للأسف بيبلش أسبوع مع القمر برج الحمل، يعني أنت ما صدقت كيف الشمس طلعت من برج الحمل لحتى القمر لحقك الاثنين والثلاثة، لكن معليش الأمور ما عادت صعبة، ما عادت معاكسة، ما عادت مستحيلة، الجو الاثنين والثلاثة بيعاكسك، بيتحديك، بيستفزك، لكن خذ الأمور بكل هدوء، بكل هدوء، ما تنجرف وراء تحديات الناس يلي بيزعجك بكلمة بخبرية، ما ترد عليه، اشتغل أنت بكل احتراف. الأربعاء والخميس تحت تأثير القمر العملاق في البيت الثامن مولود برج الميزان، أنت أمام مسؤولية تجاه نفسك أول شيء، تجاه الآخرين ثانيا، بسبب أصول وأوراق وأعراف ضروري تمشي وراها وأتبعها، هنالك مسائل صحية، هنالك مسائل قضائية أو قانونية مضطر تشتغل عليها، يلي هن صغار بالعمر احتمال انه يكونوا عم مشغولين او عتلانين هم مسائل صحية استشفائية او يمكن تكون اكاديمية.
الجمعة والسبت هني أفضل أيام الأسبوع، هنالك راحة، يمكن يكون فعلا فرحتك كتير كبيرة الجمعة والسبت، وهني اليومين يلي بيفتحوا قدامك أبواب المجالات الجديدة الغريبة المتطورة اللي فعلا أنت تبدع خلالها وبتتميز عن غيرك بمرونتك دبلوماسيتك وهالإبداع الحلو، القدرة على الخلق لأفكار جديدة هي بانتظارك. أفضل أيام الأسبوع ترجع الأحد 30 نيسان أبريل اللي هو آخر أيام الأسبوع، بطلب من مولود برج الميزان ما يزعل، هيدا نهار مهم جدا، هيدا نهار بتضطر انك تنهي فيه الشهر، يمكن على خلاف او يمكن على مواجهه مع احد الاشخاص الاعلى منك سلطه، يمكن يكونوا احد الوالدين، فما تختلف معهم، انت شوي مزاجي الاحد، فما تنهي الشهر والاسبوع على خلاف. بتبقى المواليد المعتبره فعلا انشط من غيرها واكثر حظا من غيرها 8 ل 10 اكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب ما فيني اتجاهل الحقيقة، الأمر الواقع إنه الشمس موجودة صارت ببرج بعكسك، يعني أغلاطك رح تبين، مزاجك يلي منه رايق رح يبين، يمكن شخصيتك وهالصفات الميزات اللي عندك اياها المنه ايجابيه رح تبين بقوه بهذا الاسبوع. بلشت التحديات ورح تبقى ل 20 ايار مايو، فكون حذر. الاثنين والثلاثه بالنسبه لمولود برج العقرب في شغل كتير، في شغل، في تعب، في ركض، وانت بتعرف هالشي ويمكن تتذمر، وهون الخطأ، لا تتذمر مولود برج العقرب على مسمع ومرأة من الآخرين لأنه بتوصل، فكون حذر، انتبه لصحتك وبتضطر انك تتعامل وتتعاون مع الآخرين ليمشي حالك. الأربعاء والخميس انتبهوا جدا. تأثير القمر العملاق عليكم بيطلع منكم أسوأ صفاتكم وميزاتكم. الغضب، الغيرة، الحسد، الملاحظات الهدامة، الانتقادات، يمكن البخل، كل الأمور السلبية إذا عندكم إياها بتبين، كونوا حذرين، مستعدين إنكم تحرقوا خط الرجعة، فكونوا حذرين جدا لحتى ما تكونوا خسرانين وتخسروا بسبب مزاجيتكم. الجمعة والسبت هن نوعا ما أفضل أيام، مش أفضل أيام، من الأيام اللي بأس بها يلي لازم تسارعوا فيها لتصحيح أخطاء الأربعاء والخميس لأنه هدامين كانوا، وضروري إنكم تتصلوا أو تتواصلوا مع أحد الأشخاص المرنين الدبلوماسيين لإعادة بعض المياه لمجراها الطبيعي. يمكن اختلفتوا مع أصحابكم، مع شريككم بالحياة، بهدلتوا حالكم، جرستوا حالكم، وبدكم مين تترجوه لحتى يرجع يساعدكم. الأحد 30 نيسان أبريل هو أفضل أيام الأسبوع، وهو اللي بتقدروا تختموا فيه الشهر تقريبا لتصلحوا الاخطاء، هنالك حظ لإلكم، هنالك حظ، وبتقدروا اذا انتم كنتوا ذكية وشغلتوا الامور بموضوعيه واعتذرتوا بيمشي الحال. الاكثر توترا كل هالاسبوع رح بتكون مواليد اكتوبر 1 32 نوفمبر، كونوا حذرين. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس، الشمس الموجودة ببرج الثور بهالفترة من السنة نوعا ما عم بتقلك خلص وقت المرح التسلية يلي عشته فترة 30 يوم، كل ما كانت الشمس ببرج الحمل كنت انت مرتاح على وضعك، هلأ تغيرت الأجواء، آخر أسبوع بشهر نيسان أبريل هو لحط جدول أعمال وأولويات لفترة 30 يوم المقبلة. لحسن الحظ الاثنين والثلاثة بتبدأ الأسبوع فيهم بشراكة حلوة، بحب، بلفتة حلوة من أحبائك، من تعاون معك، من خبرية حلوة فعلا بتفرحك وبتخليك تآمن بحالك أكثر. هني بعتبر الاثنين والثلاثة هني أفضل أيام الأسبوع لمولود برج القوس. وبطلب من مولود برج القوس إنه الاثنين والثلاثة يحط كل أعماله الصعبة ويشتغل عليها. إن كان بدك تتصل، إذا بتقدر تحط امتحاناتك، مقابلاتك، تنين وتلاتة بتعمل عين العقل. الأربعاء والخميس تحت تأثير القمر العملاق من البيت السادس، بدك تنتبه لمسائل صحية، الصحة، الصحة، الصحة. يمكن حان الوقت إنك تلتفت لأمورك الصحية بمنطق أكتر، بواقعية أكتر. داري حالك، انتبه لحالك، ارتاح إذا بدك، لكن ما تنسى في شغل، في درس،
في مسؤوليات عائلية أو غير عائلية، في واجبات، في تعب وفي ركض وفترة متعبة جدا، لأنه في أمر عملاق، لأنه في أمر جديد في البيت السادس، معناتها في مسألتين بدك أنت تشتغل عليهم أو عم بيخلقوا عندك أو مضطر تواجههم، وضع صحي ويمكن يكون في عمل جديد عم ينشغل عليه مهني. الجمعة والسبت القمر عم بيعاكسك، ضغوط كبيرة عند مولود برج القوس. انتبه من الخلاف مع أشخاص بتشتغل معهم، انتبه من الخلاف مع شريكك بالحياة، انتبهوا من الخلاف مع الناس، انتو مزاجية كتير كتير مزاجية، وبتتمسكوا باستقلاليتهم ومستعدين انكم تختلفوا مع الأحبة فقط من شان كلمة. طولوا بالكم فكروا. الأحد 30 نيسان أبريل مولود برج القوس هون مضطر أنه يرجع يواجه الأمر الواقع، الاعتذار، التنازل، الابتعاد عن المشاكل، حل الأمور بدبلوماسية، السعي وراء مصالحة، السعي لحل ورقة إدارية قانونية. انتبهوا للمسألة، وطبعا لأنه حكينا كتير عن المسائل الصحية احتمال أنه يشتغل مولود برج القوس على مسألة صحية وأوراق مثل بوليس التأمين مثلا. الأقل حظا، ولازم احكي عن الأقل حظا ليه؟ لأنه كوكب زحل عم يتنقل بعده، طبعا انتم بتعرفوا ببرج القوس ببرجكم. الأقل حظا بهذا الأسبوع وينه زحل؟ وين زحل؟ زحل عم بيضايق 19 و20 ديسمبر، فكونوا حذرين جدا. يلي شوي مدعومين من أورانوس يلي موجود ببرج صديق لكم برج الحمل، هن 17 و18 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي، انت اليوم لازم تحتفل، لازم تفرح بالخبر انه اخر اسبوع بشهر ايار بشهر نيسان ابريل الشمس موجوده ببرج الثور، وعندنا قمر عملاق بهذا الاسبوع ببرج الثور. شو هو برج الثور؟ هو برج الثور بالنسبه لك هو البيت الخامس، بيت الحب، بيت الأولاد، التسلية، النجاح، الترفيه عن النفس وخلق الأمور الجديدة. خلق الأمور الجديدة فيها تكون تنطبق وبتقدر توظفها مهنياً واجتماعياً مع العائلة وحتى بالهوايات. كل شخص لازم يكون عنده هواية، كل شخص لازم يكون عنده هواية. ما ضروري الهواية تكون برات البيت، فيها تكون جوات البيت، فيها تكون مطالعة، فيها تكون دراسة للغة، فيها تكون أمور فنية حلوة، فيها تكون أمور. الهوايات مهمة جدا للتنفيس عن الضغط وأيضا لتمضية الوقت، لأنه الحياة كتير مملة. شي مرة لازم أحكي عن موضوع الحياة وأسلوب الحياة وكيف فينا نتعامل معه. جميع الأحوال مولود برج الجدي الاثنين والثلاثة تحت تأثير القمر الموجود ببرج الحمل وعم بيشكل مربع مع شمسك من البيت الرابع، مولود برج الجدي نوعا ما مشغول بعائلته، بولاده، بحاله، بصحته، عم بيشتري شيء، عم بيصلح شيء، عم بينقي شيء، في أمور شخصية وعنده خصوصياته، وبالتالي في بعض المزاجية، وما منقدر نتقرب من مولود برج الجدي هيك بطريقة كتير عفوية. بدنا نفكر منيح لأنه مولود برج الجدي بهالفترة شوي عنده خصوصياته وشوي مزاجي. الأربعاء والخميس من أجمل أيام الشهر، مولود برج الجدي اطلب واتمنى، رائع. الأربعاء والخميس هنالك نوع من ضوء باهر على قدراتك الإبداعية، وبرجع بكرر قدرات الإبداعية هي قدرات إبداعية على مختلف المجالات. حتى الأولاد بيكونوا مبدعين بأفكارهم، حتى الأساتذة بيقولوا واو، بيستغربوا، بيتفاجئوا بهالأفكار الحلوة اللي حتى ما بتخطر على بالهم بالأجوبة. كمان أنت وأنت الأربعاء والخميس أجمل يومين لحل المسائل الصعبة المعقدة اللي بدها حظ، بدها حب، ما في فراغ، انتم مليانين طاقة ومشحونين بالحظوظ، فما تعدوا مكتفين ايديكم، اشتغلوا على الامور الصعبة، اطلب واتمنى. هيدي نوع من كادو لكم، نوع من رزقة لكم. الجمعة والسبت بترجع مسائل برج الجدي بترجع بتكتر، جدول الأعمال بلش يطول، وبتبلش الأمور عن مولود برج الجدي تكون متطلبة، لكن ما في شيء تخاف منه، ما في داعي لحتى تخاف من أي مسؤولية، بالعكس تماما، أنت اليوم محط الأنظار.
بس ملاحظة، انتبهوا لأي تراجع صحي، انتبهوا لحالكم، دللوا حالكم، اهتموا بحالكم. بعض مواليد برج الجدي يمكن يحصلوا على خبر حلو مثل ترقية، مكافأة، كلام حلو لإلكم. الأحد 30 نيسان أبريل حاولوا ما تنهوا الشهر بخلاف. كل هالأمور الحلوة اللي حكيتكم عنها حاولوا إنه بآخر يوم بالشهر ما تنزعوها. ليه؟ لأنه نهار بيتحداكم، لأنه القمر الموجود ببرج السرطان يكشف بعض الأقنعة وبيخليكم تكونوا شوي زعلانين أو منرفزين ومعصبين، لكن بالوقت نفسه أنا بقول لكم إنه بعض مواليد برج الجدي يمكن بيرتبطوا، بيوقعوا في الحب، في الغرام، وبيقرروا الارتباط فترة فيها تكون هي يا بيضة يا سودة، ما في حل وسط. لكن النجاح، الجو العام مشرق جدا فما تخافوا. الأنشطة في مواليد شهر ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو هيدا أسبوع نوعا ما بيقول لك إنه أنت ضروري إنك تغط. شو هو تغط؟ نحن باللبناني كيف الطيارة بتكون محلقة، تيجي فترة بدها تغط على المطار. مولود برج الدلو كنت طاير، حان الوقت لحتى تستقر، لحتى ترجع للأمر الواقع، لتشوف الأمور مثل ما هي. لكن بشكل خاص المسائل العائلية والشخصية، بدك ترجع لبيتك، كنت مسافر، بدك نوعا ما تفكر بحالك، كنت كتير انت ضايع وأناني نوعا ما، حان الوقت لحتى ترجع نوعا ما تستقر، لحتى ترجع إلى جذورك، إلى نفسك، إلى ذاتك، إلى داخل ذاتك، وترجع تشتغل على حالك. إنه بنرجع لذاتنا، أوكي وشو؟ نرجع لذاتنا لنشتغل على حالنا، لنحسن حالنا، بنرجع لبيتنا من سفر لنشوف البيت شو بده، شو ناقصه، لنرجع نهتم بهالأمور اللي أهملناها. بيتنا هو أيضا جسدنا، فضروري ضروري نهتم بحالنا. الأمور الصحية معقولة تبين، المشاكل العائلية معقولة تبين، نقاط الضعف بحياتنا الخاصة معقولة تبين. التنين والثلاثة أنت مدعوم، هنالك قوة جسدية وفكرية أنت بتملكها، وهذا هو سر نجاحك. ما تخاف من مواجهة شخص، ما تخاف من أنك تروح لمقابلات، ما تخاف أنك تطرح فكرة. أنت شخص مبدع بحد ذاته، مولود برج الدلو معروفين أنه هن من الأشخاص المبدعين، أفكارهم غريبة عجيبة، أوكي، لكن أنتوا مبدعين، وكل العالم بحاجة لمواليد برج الدلو بمكاتبهم، بعملهم، وين ما كانوا، لأنهم هن مبدعين وعندهم أفكار كتير متقدمة على غيره، وفيها حلول بترضي الكل لأنهم إنسانيين جداً. الأربعاء والخميس القمر العملاق يقع في بيتك في عقر دارك، يعني ما عاد في مجال تهرب من مواجهة الأمر الواقع، ما في مجال تهرب، ما في مفر إنك تواجه شريكك بالحياة، تشوف شو بده، شو ناقصه، مش تواجهه بالخلاف، لا، تواجه الأمر الواقع، أولادك، عائلتك، أعطال منزلية ما بقى فيك تهرب منها، تدفع فواتير، تهتم بصحتك، تهتم بالعيلة، بالبي، بالأم، في مسائل بدك تهتم فيها. من ناحية إيجابية، بعض مواليد برج الدلو يمكن يشتروا بيت، يمكن ينتقلوا لبيت، يمكن يحسنوا ببيتهم، يمكن يحتفلوا بولادة طفل، يمكن يرتبطوا، يعني مش ضروري كل الأمور الشخصية تكون سلبية، بالعكس تماما. الجمعة والسبت بصراحة هن أفضل أيام الأسبوع، لأنه القمر موجود ببرج الجوزاء، يهلو بيت الحب، هون بيطمن باله، بتطمن خواطره، بيرجع مولود برج الدلو مبسوط، مرتاح، مكيف، هنالك حب، هنالك تقدم، هنالك نجاح بعمله، هنالك دعم له، هنالك ترقية، هنالك تصفيق، هنالك دعم، وهنالك يمكن حتى مكافآت وتقدير. كل هالأمور من نصيبك الجمعة والسبت، وعلى الأرجح في مصالحة عائلية. الأحد 30 نيسان أبريل هون مولود برج الدلو بترجع الأمور تتكركب شوي، بترجع تتخربط، ما بتعود هالقد منظمة، ما بتعود عواطفك وأفكارك هالقد مرتاحة،
في شغل كتير، أمور صحية تعبانة، مع احتمال إنه يكون في أحد أفراد العائلة أو أنت مريض أو تعبان، وبالتالي في بعض المسائل اللي بتهلكك وبتتعبك بآخر يوم بشهر نيسان أبريل، فحاول تخلص أعمال الشهر المهمة نهار الجمعة والسبت لأنه هن فعلا أفضل أيام الأسبوع والشهر. إذا بدي أحكي عن المواليد الأنشط والأوفر حظا، هني مواليد 22 ل 26 كانون الثاني يناير، أيضا 4 ل 6 شباط فبراير. بكمل مع برج الحوت. بالنسبة لك مولود برج الحوت، بعتبر أنه هيدا الأسبوع أسبوع نشيط ديناميكي سريع الإيقاع سريع الوتيرة، وهذا الشيء بيناسبك تماما لانه انت عندك افكار كثيره عم تغلي بداخلك وعندك طاقه كثيره وعندك قدره على المشاركه وبدك تلعب دور كثير بناء بحياتك وبحياه الاخرين من هلا ل 20 ايار مايو. الاثنين والثلاثه مولود برج الحوت، لانه القمر موجود ببرج الحمل البيت الثاني اللي هو بيت المصاري، بيت النجاح، بيت الامتحانات، بيت الارباح، بيت الخسائر، بيت النتائج الدراسية، بيت الثقة في النفس. مولود برج الحوت بدك تعمل حساب انه في احتمال انه انت تكون امام امتحانات من هالنوع، لانه الجو العام ايجابي، لانه الشمس اللي هي بتعطي الجو العام موجودة بيت الثالث بيت القدرات الفكرية. انا بعتبر انه مولود برج الحوت انت بتقدر تربح من خلال كلمة، الكلمة الجيدة، الفكرة الجيدة هي مفتاح نجاحك وتفوقك وتميزك. هي الفكرة اللي رح تعطيك الأفكار اللي أنت براسك، هي اللي رح تعطيك الثقة في النفس. فقوي لي حالك شوي، ما تخاف، فقط سيطر على بعض المصاريف يلي أنت بتعرف أنه أحياناً بتغرقك هيدي المصاريف. بنوصل للأربعاء والخميس. الأربعاء والخميس وتحت تأثير هالأمر العملاق الإيجابي بتأثيراته على برجك، مولود برج الحوت أنت شخص فنان، أنت شخص خلاق، أنت شخص مبدع، لازم تعمل شيء. هالأفكار بتخطر على بالك لازم تكتبها، لازم تحكيها، لازم تسجلها. مولود برج الحوت الأربعاء والخميس من الأيام الرائعة يلي بتخطر على بالك خلالهم أفكار مهمة جدا. يعني لو أنت كاتب أو صحافي أو مغني أو شاعر أو قاضي أو محامي أو تلميذ، الأربعاء والخميس من أجمل أيام الأسبوع. مبدع، بالعكس بنخاف منك، أنت ما لازم تخاف، بنخاف منك لأنه أفكارك قوية ذكية ومسيطرة، عندك طاقة كتير كبيرة. هالطاقة الكبيرة اللي عندك إياها جسدية والفكرية معقول تخليك تحوص يعني تكون restless. فحاول انك تركز وقعد قراءة الامتحانات والاوراق قبل ما تسلمها. بنوصل للجمعة والسبت. الجمعة والسبت القمر صار موجود ببرج الجوزاء يلي هو البيت الرابع بالنسبة لك، يلي طبعا تركنا الشمس بالبيت الثالث بيت الاخوة ايضا وبيت الكلام، وانتقل القمر اللي كان مع الشمس انتقل للبيت الرابع. هون معناتها في تواصل، صار في جسر، صار في اتصال مفتوح مع الأهل ومع العائلة ومع ذاتك. هيدا معناتها انه يمكن يكون في اشي عم بتصير عندك بالبيت بالعائلة من على ذوقك، يمكن بسبب احد الاخوة او بسبب احد افراد العائلة. انت مزاجي، لازم تعرف الجمعة والسبت انت مزاجي، لكن هيدا امر منه سلبي. كل الابراج بتمرق بهالامر بالبيت الرابع يومين ونص كل شهر، ما معناتها انه كل برج عم بيطلق او عم بيعمل مشكل مع عائلته واحبائه. وبالتالي مطلوب انك بحنانك بعواطفك الحلوة انك انت تساعد الاخرين. انت ايضا بدورك انت بحاجة لاهتمام ولرعاية ولمحبة الاخرين الجمعة والسبت، بدك تطول بالك لانه الاحد انت بتعوض عن الكثير. الاحد هو من اجمل ايام الاسبوع ايضا لمولود برج الحوت، وهون حضر حالك لاحتفال، حضر حالك لحدث ايجابي، بتقدر تنهي شهر نيسان ابريل على ذوقك مثل ما انت بدك. يوم رائع رائع، حب،
مصالحات، عناق، مصافحة، تقدم، وأخبار سارة. الأحد هو من أفضل أيام الأسبوع. الأوفر حظاً 18 و19 آذار مارس. هيدي كانت الأبراج لكل هيدا الأسبوع من الاثنين 24 للأحد 30 نيسان أبريل. بتمنى يكون أسبوع كتير حلو. إلى اللقاء بأبراج يومية وأسبوعية، وما تنسوا تتابعوا الأبراج الأخرى، الفيديوهات الأخرى اللي عم ننزلكم إياها، أهم ميزات الأبراج فعلا من خبرتي، كمان الأبراج الشهرية، الأبراج السنوية. إلى اللقاء، باي باي.